بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لجميع مشاهدينا، مشاهدي التلفزيون وموقع البسمة. تشاهدون هذا البرنامج على محطة البسمة في عسبيا وعلى موقع البسمة tv.com في الكرمل. نتشرف لنقول لكم نحن في حلقة جديدة في برنامج البسمة في بيتك. البرنامج يستضيف أو يستضاف لدى شخصيات مرموقة في مجتمعنا لنتحدث عن الاجتماعيات، دردشات حول الشخص نفسه لنتعرف ونستفيد، إن كان في معلومات عامة أو إن كان عن عادات وتقاليد عن البلد. اليوم إحنا ضيوف عند الشيخ أبو شعيب فايز عزام. مساء الخير. مساء الخير. يعطيك العافية. عم أبو شعيب، إحنا بنسمع عنك كثير إنه على زماناتكم ما كانش في رغبة للأهل في التعليم، وما كانش في الإمكانيات إنه الأهل يساعدوا أبنائهم على التعليم. احكي لنا عن حالك هيك لمحة عامة متخصص فيها عن الطفولة والتعليم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا فيكم. احنا بنشكر الأخ سليم والوالد الأخ نديم اللي ما يبغى وتلفزيون البسمة والراحة فيكم. وأنا فكرة المشروع اللي عم تكون فيه وأنتم مشروع كثير مهم، يعطيكم العافية. وهذا بخدم المجتمع، البلد والتاريخ والتراث. أنا ولدت في عسفيا وبتمنى أموت في عسفيا. طفولتي كانت بالنسبة لي كثير سعيدة. أنا عشت في بيت اللي الحمد لله كان فيه محبة واحترام. عشت في بيت بين أعمامي، وخصوصا مع جدي وستي، كان عندنا بيت كبير وسع كل العيلة، مفتوح للضيوف، مفتوح للناس. بعد ذكر ذكريات كيف كانت حياة جدي وخاصة ستي. شو إشي بخطر في بالك أكثر إشي من هاي الذكريات؟ أنا بتذكر أكثر شيء إنه كنت يعني أتمنى الليلة اللي بنام فيها بحضن ستي. أتمنى هاي الليلة اللي بتقبل ستي هيك. حنين. كنت أشعر إنه هي بتحبني وحصلت أكثر من كل أحفادنا. أبيت عندها وأبيت في الليل في حضنها يعني. إحنا عزمانا ما كانش في صبي سنة. ولكن بعض الأهالي كان عندهم الإمكانية إنه يبعثوا الطلاب على دير الرهبات. حقيقة دير الرهبات في عسفيا كان له خدمات كثير مهمة من يوم ما انوجد. يعني كمان كان زي مستشفى، كان يعلم حياطة، كان عنده تربية للطلاب. أنا كان تعلمت في الرهبات يمكن أكثر من سنين، تعلمت فرنساوي. يعني كنت في هذاك الجيل 54 كنت أغلطش بعض الكلمات الفرنسية. وخسارة إن إحنا هذا الموضوع ما تمناش فيه. أما الحقيقة أنا بحب أسجل هون دور رهبات عسفيا، كان دور تربوي وصحي اجتماعي كثير مهم. بعدين بدينا في المدرسة البدائية، إحنا على زمن الإنجليز أول سنة، سنة قبل 48 تعلمنا سنة واحدة. بعدين بدأت دولة إسرائيل، بدينا نتعلم في المدرسة. المدرسة كانت طبعا صف سادس في ذلك الوقت. العدد الطلاب قلال، أولاد صفي لأن يعني عشت معهم فترة هاي طويلة 8 سنوات، بعدين صار صف ثامن. لا شك إنه عندي إليه مكانة خاصة وذكريات حلوة. مين بتذكر من أولاد صفك؟ الله بعلم بذكرهم كلهم أنا لأنه كثير بحبهم. أنا كتبت أساميهم عندي مشان ما أنساهم، عشان لحد ما أضمهم. فبدي هيك نقول لكل المشايخ وسادة محترمين: فاضل منصور، وجدان عطشي، حمزة أبو ركن، نصر منصور، دوخي سابا، شحادي شروف، شحادي أجود، عبد الكريم طويل، حسين شكيب أبو ركن، نجيب صقر، حسين ماضي فرو، جمال محمود حلبي، صالح الشيخ. بنساش كمان إنه كان في عنا صديق اللي أنا بعده ابن عسفي البار اللي هو حمد طاهر، مزبوط انتقع على الفريديس ولكن بعده قلبه في عسفي. هذول اللي متذكرين بعسفي، كانوا أنا بعد ما وقف احنا مرحومين كمان، كان كل الكف وأمين صقر، خالد منصور، علي أبو ركن، صالح عزام، إخوان حمد مطور عود. هذول الطلاب كلهم لهم في قلبي مكاني خاصة. وبعد الحمد لله الصداقة هاي مستمرة وإن شاء الله تستمر على طول. بدي أسألك عشان طرحنا على موضوع دير الرهبات، شو كان اسم دير الرهبات؟ تذكر؟
في حدا في عسكيا بيعرف شو اسم دير بابك؟ انا فكر اسمه سانت يوسيف، بشوف سانت يوسيف، سانت يوسيف، سانت يوسيف، سانت يوسيف. في في تأثير لدير الرهبات على الحياة الاجتماعية، الاختلاط والنسيج الاجتماعي الموجود في عسكيا حسب رأيك؟ طبعا الرهبات في ذاك الوقت كانوا سفراء يعني للأعمال الخير. أهل عسكيا ما كانوش يحسوا إنهم هن مسيحيات، يعني كانوا يعيدوا الرهبات في عسكيا خدمات البلد، وهن كانوا يعيدوا هيك، كانوا مثلا يفوتوا على البيوت ويزوروا الناس ويداووا الناس. أنا يعني أنا شو بدي أقول لك؟ بعد كثير الرهبات اللي علموني، وبعد كمان علموا بناتي، إلهم عندي معزة كبيرة إنه بعد ما بعرف خدمتهم كبيرة في البلد. يمكن كمان من خلال انك انت كنت مدرس مدرسي وبتعرف شو ال الهشكعاء بسموها في الاجرامي، قديش البني ادم بحط من طاقته على اساس يفيد الطلاب او يفيد الاولاد الصغار، يمكن عشان هيك انت بتقدر هاي الاشياء اكثر. في اثر عندي مضبوط، لانه شفت تعبين ليس فقط في مجال التعليم، بس كنت في المجال الاجتماعي والتربوي والصحي، يعني كانوا بدك تقول محطة لفاعلين كثير في البلد. بعد دير الرهبات والتعليم في دير الرهبات صار في المدرسة. في المدرسة أنا بتذكر في الصف الثاني كان في يعني يمكن أول انطلاقة يمكن ثورة تعليمية في عسكيا، أو لأنه صفنا إحنا بصف حكيت عنه كان عنده نشاط مش بس اجتماعي، نشاط ثقافي، يعني اول ناس اللي يمكن تخرج من الجامعات هن من هذا الصف. هل هذا النشاط خلى الواحد في زي سباق معين بين اولاد الصف؟ يعني برجع انه يمكن المعلم اللي علمنا اللي نقول المرحوم الاستاذ زكي تلحمي خلق هذا الروح التنافس والمحبه والتميز والتفوق في هذا الصف، كان يعني صف كثير 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 مجتهد. وانا مضبوط بحب في كل مجال اذكر الاستاذ زكي قديش كله تأثير علي أنا، يعني قديش شجعني وقديش وضع في هاي حب العلم والثقافة والدراسة بنساش. هل تذكر مين كان مدير المدرسة؟ مين كان مربيين صفك؟ شو في هيك نهفات اللي بتضلها تخطر في بالك لليوم؟ بعد الأستاذ زكي أنا بذكر إنه كان في كمان يعني الأستاذ حنان بدر مدير المدرسة، كان له تأثير على الباب بشكل عام. سبحان الله كان مش بس مدير، يعني بتقول زي يعني وشيه، زي مربي كبير يعني مقبول على الناس، له مكانته، له رأيه في المجتمع. وبالنسبة لي كمان يعني بنساش فضله، لأنه كثير كمان يعني أعطاني هيك محبة التعليم ومحبة الدراسة، وكان شجعني في كثير كثير أمور. برضه كمان كان في عنا أوائل المعلمين من خارج البلد الدروز، اللي هن الاستاذ قاسم القاسم فكر توفى الله يرحمه، اخته شفيقه قاسم اللي هي من اوائل المعلمات الدروزيه، كان الاوائل اللي علموا. يعني من وين قاسم القاسم؟ من الرامي يعني اوائل، هي شفيقه يمكن اول معلمه دروزيه. كم من سنه علموا في المدرسه في عسكيا؟ طول كثير، علموا سنتين ثلاثه وبعدين الاستاذ قاسم راح كمل في الجامعة، وهي التقت الرامي. كمان في معلم اللي له كان تأثير على كثير طلاب، وأنا منهم، كان اسمه الأستاذ رزق قسيس. تأثيره إنه كان أخونا معلم مجتهد. كان إحنا نروح على في زماننا ما كانش في كتب، كان كل الأمور نقل عن اللوح، يعني المعلم يكتب على اللوح وإحنا ننسخ أو هو ينقل. لكن هو نروح مدرسة الساعة 8 اللي صار كاتب على لوح الدرس. حلو، ما شاء الله. هذا اللي يعني بدل لك قديش. بعدين ياخذ دفاتر الانشاء والقواعد ويصلحهم، ياخذهم اليوم ثاني يوم رجعهم في معلمين تاعك تاخذ كذا. هو يعني لما اروح المدرسه تلاقي حامل شنطه الدفاتر، وصار الصبح اختار الطلاب كثير. هذا بياثر قديش، بيعطيك فكره قديش المعلم مهم تساقه وقديش واجبه كبير وكيف الاجتهاد بياثر. ابو شعيب فايز عسام الطالب في المدرسه، شو بتذكر عن حالك اشياء كانت تميزك عن غيرك؟ انا بقول انه كان همي في المدرسه التعليم، يعني زملائي هذا بده يدرس وهذا بده يسافر وهذا بده يلعب وهذا بده يتصيد وهذا بده كذا، انا كان في باسي بس التعليم، يعني انا بعرف بروح من المدرسه عن بيت قراءه ودرس. ف
لذلك كنت من الطلاب، يعني بقول من طلاب الإملاء، بس بذكر انه انا كنت حفيظ، يعني انا في الامتحان بروح الصبح امتحان، بذكر مره من المرات انا رايح امتحان لقاني زميل قال لي حفظ، قلت له حفظ، قال كيف تعرف؟ قلت له امسك الدفتر، قلت له الدفتر كله. فلذلك يعني انا كان الامور هاي بالنسبه لي محبه الدراسه والتعليم والحفظ. الصف الثامن، الصف الثامن ذاك الوقت كان في اسمه امتحانات الاعانه، يعني كان يسوي امتحانات والطالب اللي بينجح الامتحان بياخذ ملقات من يعني منحه تعليميه. فانا الحمد لله نجحت في الامتحان وتعلمت ثانويه على حساب هاي المنحه اللي كانت هاي دعم، لانه البيوت في ذاك الوقت ما كانش فيها امكانيه تعليم، يعني كان قضيه التعليم هاي مهمه صعبه، يعني في البيت لا في طاوله ولا في كرسي، اذا كنا نقرا احنا نقرا على 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 الحصيره، نكتب على المسند، شايف؟ يعني بفهم من حكيك انه الوضع في البيت ما كانش بيسمح للعم ابو شايب فايد عزام انه يتعلم، لانه ما كانش مهيئ كل الجو اللي المفروض يكون في طالب اللي طالب التعليم مش عامل زي كيف كانت. خربتنا شوي، مش بس يعني عند فايد عزام، بشكل عام يعني البلد كلها. احنا كمان عائله يعني مسطوره، مش الامكانيات مش كثير قويه، اما تقريبا هلا هيك كان الوضع. البيت كان فيه فيش طاولات ولا كراسي ولا يعني امور هاي تقريبا ولا كتب. فاحنا كنت اذا بدي اقرا بدي اقرا على المسند وبدي اكتب على حصيري، واذا بدي اقرا في الليل بدي اقرا على السراج، بفش السراج بدي اطلع. حتى في ايام كان في امتحانات بفش السراج اطلع اقرا على ضوء القمر، بتحفظ الامتحان مضبوط في الليل على ضوء القمر. يعني بذكر الايام اللي كان فيها بدر كنت اطلع اجرب اقرا واسمع اني احفظ الدرس، اروح على مدرسه انا حافظ درسي ما قصرش، يعني لا رش اروح على مدرسه وانا مقصر، مجبور اكون حافظ وحالي وظيفي كما يجب. سؤالي لك، هل القله اللي كانت في الزمان والقله الاشياء اللي كانت تعطينا المجال كانت محفز لك انك انت تقرا زياده وتتعلم زياده؟ تصور احنا كنا يعني في ذاك الوقت كان في شعلة للعلم، كنا شايفين غيرنا اللي حوالينا القرى اولاد اكثر تقدما واكثر علم، احنا كنا بدنا ننافس نتقدم. والانسان اللي يعني نقول اللي زي مش عنده امكانيات ماليه وما شو فكرش في الصناعات والى اخره، كان يفكر انه الوسيله التقدم في الحياه والنجاح هو التعليم. طيب انا حط راسي انه انا بدي اتعلم، هاي هذا هي مهمتي في الحياه. شو في الواحد لما بيسمع شغلات عن ازاي، بغض النظر على انه الانسان بتشوف نفسه في الاشياء اللي الواحد بيحكي عن قله وعن الاراده وعن قوه الاراده وعن الشخصيه، واللي الواحد لما بده شغله بده يداوم يوصلها، حتى لو بده يوصل وضع انه يطلع يقرا درسه على ضي القمر في الليل، شو النصيحه اللي بتنصحها لطلاب اليوم اللي في قدامهم كل الامكانيات الموجوده؟ طبعا النصيحة انه احنا نحط امام اعيننا انه العلم هو مفتاح لكل شيء في النجاح. احنا في مجتمعنا هذا اكثر من الاول، يعني زمان كان الانسان يمكن يقدر يدبر اموره ويعيش بدون العلم. اليوم بالعكس، اليوم الانسان المتعلم يعني يصفي قدامه الامكانيات، يتقدم ويصير، والجهل اليوم خرب بيت. لذلك انا بنصح كل انسان يكون طالب اليوم يحط هدفه انه انا يرسم قدامه هدف انه انا بدي اتعلم علم صنعه، قدامي هدف حتى اكون انسان يعني اقدر اخدم مجتمعي واخدم نفسي. بعد التعليم بنحكي عن العم طيب عزام ابو شعيب الشاب. الشاب انا بعد ما انهيت المدرسه البدائيه في عشان كان كان صف ثامن، لانه قبلها كان صف رابع بعدين صف سادس بعدين صف ثامن. احنا لما قلت لك صفنا كان فيه اندفاع للتعليم، ف قسم منا كبير راح تدرس في ثانوي، يمكن كان اول فوج اللي هيك كان فيه انه اندفاع انه كله يتعلم، فاغلب الطلاب سجلوا في مدارس. في عشرة ما كانش خلص ثانوي، قسم تسجل في حيفا. انا وحياة صالح عزام كان في عندنا علاقه مع كفر يسيف، فرسيف كانت من القرى اللي فيها
معاهد علميه فلسطين والرامي وحيفا من المدارس اللي يعني فتعلمت كل شيء سنه واحده. كان في صفي انا بتذكر حياه الشاعر محمود درويش سالم جبران يعني هاي الطبقه هاي من الناس اللي تلعب بالصفي. سنتها صار في حرب سيناء 56 صار في مشاكل شو انا فقررت بديش يعني ادخل في مشاكل سياسيه. وكان عندي معلم هذا ما ذكرتوش كمان اسمه عبد الله يونس بن عارف كان شاعر يعني على صف ثاني وحببني اللغه العربيه. فصرت انا يعني افكر بدي من هذاك الوقت بدي اكون شاعر بدي اكون كاتب احاول. في هذاك الوقت صف ثاني كتبت مقالات في حياه القمر في مجله في حياه القمر تطلع بكل الصدور. لما خلصت صف تاسع في فرنسيه ما انبسطتش. قال لي هو انا تعلمت في كدوري وانا بنصح حكيت على كدوري كان في لبنان علاقه منيحه قوي. رحت على كدوري سجلت كدوري في القوه وبس داخلي مدرسة زراعية مع انه انا مش ميال للزراعة بس لقيت الجو الداخلي لأن ما قلت لك في البيت ما كانش في امكانيات دراسة يعني لا عندك طاولة ولا كرسي ولا كهرباء الداخلية الداخلية داخلية انت عندك غرفة وعندك اللي بدك اياه. فرحت جبت في كدوري على مدرسة داخلية عملت 3 سنين زراعة وكنت من الطلاب كمان الحمد لله البارزين مع انه كنت فوقي كنت في اللغة العبرية ضعيف. اول فصل كنت اكتب يمكن اللغه العبريه في عربي تاني افهمها. بعد الفصل الثاني صرت اخذ ميات ديك السنه عملنا اجتماع لطلاب الصف في كدوري قامت لي معلمه شافت الدوسيه تبعي وقد كنت طلعوا علامات فهد عزام كيف كانت المدرسه. بعد التاني انا فكرت انا خلص الزراعيه بدي اشتغل في الزراعه. حاولت اشتغل في الزراعه مش هاوي زراعه ف مش كثير سكان كانت الجامعه في القدس واحنا امكانياتنا ضعيفه ما ضربوا على القدس تعال في القدس ما بيش تعال في القدس يعني صرت ادور على اسلوب وين تقدر تعال في الجامعه. حتى في احد الجامعات في حيفا اول احد الجامعات في حيفا انا كنت من يعني اوائل الطلاب انا واخونا زدان عطشي من اوائل الطلاب اللي بدينا في جامعه حيفا نتعلم فيها والحمد لله انهينا. لما عم بتقول لي الامكانيات كانت محدوده ما كنت تشتغل تعمل تتعلم في جامعه القدس. التعليم في جامعه حيفا كان مجاني؟ مش بس مجاني كان اول في القدس بدك تروح تسكن هناك بدك غير اذن التعليم بدك كمان سكن بدك سكن بدك سكن بدك بيتنا احنا كان صعب. كيف مول التعليم؟ بس قبل التعليم من 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 ما انهيت الثانويه طبعا لما فيش شغل في الزراعه شو اللي كان في ذاك الوقت الواحد بيشتغل في التعليم. قدمنا طلب لوزاره المعارف خذونا معلمين علمت سنتين خارج عسدي علمت في البكر وعلمت في المزرعه وعلمت في طمره وعلمت في عبلين وعلمت في الكعبيه في يعني عده مدارس. فخلوني على عسدي. يقول عسدي يا اخي استاذ فيصل كان معلم في صف اول. عم تفتح لي المجال لكثير اشياء. استاذ الاستاذ حلا حطني على صف اول، احكي لك مكتب معي، فوت على الصف الاول في يمكن 30 40 طالب عارف قديش. شيخي نديم عرفت ان كل هاي اولاد مين؟ كل واحد من مين؟ من بال بلاش. لانه علاها زمان كان ابن السابق ابن السابق ابن عزام ابن عزام يعني معروف وجهه ما فيش تغلطش فيه. اليوم بتفوت على الصف ما بتعرفش من مين واحد، بتعرفش صح كمان البلد كبر. اليوم صار غير شيء. شو الفرق بين التعليم في عسكيا كاستاذ؟ التعليم في عسكي والتعليم خارج عسكي. هل انه انت عرفت الطلاب علاحة خلاك تعطيهم اكثر من عندك؟ مش اكيد. يعني انا لما جيت عسكي صار عندي قضية التعليم هناك شغل هو صار رسالة. هناك اشتغلت كمعلم. الحمد لله، اما هون صار عندي رسالة اشعر انه انا يعني المفروض في اعطي اكثر ما بقدر حتى اروح طلاب ينجحوا. ويقدروا يكونوا اعضاء صالحين في المجتمع. بتامل الحمد لله انه انا يمكن قمت في الواجب. اشوفك تعلم عندك شو رايك؟ بوي تعلم عندي عندك انت شو رايك؟
بعد التعليم طبعا كان في ولا عزمانكم كان في تجنيد؟ ما كانش في تجنيد. فانا ما خدمتش في الجيش بسبب الوضع يعني الوضع المادي في البيت وكان صحته مش ولا بد ما كانش عنده. شو كان اسمه الوالد؟ كان اسمه حسين عزام. وما كانش يقدر يشتغل؟ كان يعني اموره مش كثير متوفره في الشغل، فلذلك انا يعني فكرت مواجهه انه بدي اعين العيله وقدمت طلب للجيش وسمحوا لي وبديت انا راسا بس خاصه ثانوي بديت اشتغل في التعليم وصرت مصدر رزق كمان للبيت. بس خلال العمل في عسفيا وقت الاستدلال كانت في اوجها يعني دوله فتحوا على بدا الاستاذ الاخ امل نصر الدين بدا في تعامله في الاستدلال في همه كبيره فتح في فروع في عشا ولداني فانا بديت هون شركه الاستدلال في عشا. كان عندنا نادي كان بوك بتذكره كان نادي فعال يعني كان نادي للشبيبه مع زيدان عاصم انا كنت نادي الكبار كان بؤرة عمل وبؤرة ثقافة وبؤرة اجتماعات وبؤرة يعني كان شو اللي تناسب شو كان معهم. هل كانت هاي عشان أول مرة بصير شغلة عن ذلك الزمان الناس قبلت الموضوع بسرعة ولا كانت الناس كثير كانت الناس كانت الناس بما انه ما كانش في يعني وسائل رفاهية وإرشاد تعليم كثيرة ما كانش مثلا يعني تلفزيون ولا كان الاستدلال هذا كان بدنا نقول الجامعة المدرسة النادي لكل شيء المحل الوحيد اللي الناس تروح عليه يعني يمكن كل أسبوع كان في عندنا محاضرة ناس من الخارج كان عندنا غير المحاضرات عندنا مكتبة. بعدين أنا في هاي الفترة اللي كنت فيها الاستدلال أنا أسست فريق للبينج بونج كان يتبارم في خارج البلد يعني كان في الليغا وأسسنا فريق كرة الطائرة شايف اللي كمان هذا اليوم تيجي لهذاك بعدين عملنا فريق لكرة القدم كان فيه عبد الله وهب كان فيه يلبز كان فيه شايف روحان اسمه طعمي لا مش طعمي مخل كان هذول انا بدي فيه شايف ان اللي اسسوا الفريق الاول الملعب هذا كله كرة القدم تشوفوا احنا كنا نلعب فيه في الحشير يعني احنا مخططنا واسسناه وبدت تتذكر اول لعبه مع مين كانت؟ لا بتذكر انه احنا كنا نتمرن هون نلعب مره في عفنيه مره في نشر مره في يعني كان ناخذ سياره نلعب كله مسحتي حوس كمان كدرعه كنا نلعب في كيبوتسات بنونا نشر نلعب يعني ما كانش عندنا ملعب اما احنا نتمرن هون ونلعب برا وكان كان عندنا نجاحات منيحه في الرياضه. يعني نفهم من حديثك انه انت اجيت في الفتره اللي عسفيا بدت فيها تشوف فتره عز فتره تطور فتره تقدم من كل النواحي ان كان من الناحيه التعليميه وان كان من الناحيه الرياضيه وان كان من الناحيه الاجتماعيه طبعا. يعني هذا بقول لك كان في قفزه في عسفيا يعني كان في وقت صار في كاد من المتعلمين صار في من الحكومه صار في لفتة نظر للطائفه الدروزيه أكثر من الأول صار في نشاط كمان اقتصادي ونشاط علمي ونشاط ثقافي. الحكومة طلعت على عسفيا بشكل خاص ولا على الطائفة بشكل عام؟ طلع أنا بحكي عن عسفيا يعني بإضافة لعملي في الاستدلال أنا كان الرئيس أبو كمال نجيب منصور الله يرحمه وكان السكرتير أبو شريف رسلان. بس إجا فترة إنه الشيخ أبو شريف استقال من السكرتيرية فدور على سكرتير عملوا الاخراج نجحت انا كنت اشتغل انا سكرتير السكان يعني انت مش اول سكرتير لا السكان ربيع لم جدك كان عضو مجلس في ذاك الوقت جد سليم سليم كان الحقيقه انا قضيت معه فتره حلوه لانه كان انسان صادق شجاع بيحكي كلمته بهم مصلحه البلد وبعدين اذا حكى حتى لو بده يحكي نقد يحكيها باسلوب حلو حتى لو بده مثلا يعارض الانسان يجيبها بطريقه اللي تكون مقبوله يعني بين المزح وبين الجد وبين يعني اللي تطلع حلو يعني كنت اعلم منه طلعت معه هيك سنتين حلوه. مين اول سكرتير للمجلس؟ اول رئيس كان الشيخ لبيب وكم الشيخ لبيب هو قبله كان مختار الشيخ لما صار في مجلس محلي الشيخ لبيب كان من مؤسسين دولة إسرائيل
واليهود كانوا يحترموه ويحبوه، فهن يعني بدهم يكفوه. حطوه لما عينوا المجلس المحلي تعيين، كان مجلس انتخابات، عينوا ابوه عين الشيخ لبيب رئيس المجلس المحلي. هذا كان يعني الشيء المطلوب منه يعملوه. مين السكرتير تبعه؟ السكرتير كان معه الشيخ رسلان شريف، كان سكرتير معه. والمكتب كان عند الشيخ لبيب، يعني الشيخ لبيب رئيس ورسلان سكرتير والمجلس بيت الشيخ لبيب. هذا كان كله يعني مسموع في زي اليوم قلتوا مخازين ولا اليوم بيسموها يقول انترست. لا لا كان شيء بس ابو كمال كان عضو مجلس. بس لما صار في انتخابات كنيست الشيخ لبيب طالب وبحق انه انا اخونا من المؤسسين، قال بكفيني في المجلس المحلي انا بدي اكون اكثر من هيك. فاجى على وحوشي وبحكومه حزب موباي اللي ذاك قرر، قال لازم يكون الشيخ لبيب عضو كنيست. فحطوه رئيس قايمي ونجح صار عضو كنيست. قايم العام رئيس قايم كان هذا يسموه قوائم عربيه مربوطه مع حزب موباي، يعني حزب موباي له اعضاء اللي هن اليهود ويعمل قوائم عربيه، واحد منهم كانت فيها الشيخ جبر، واحد كان فيها الشيخ لبيب. هناك نجحوا مع بعض؟ بس الشيخ جبر كان في القايمه رئيس عربي، الشيخ لبيب كان رئيس القايمه لا الجوزيه. بس مشان في عشرة يصوتوا له اجوا الحزب الموبايل، قال اسمعوا يا اخي لازم نعمل يعني تجمع، بكون الرئيس المجلس من دار منصور وبكون عضو مجلس من دار بكر، هيك البلد كلها بتصوت بتصوت مع بعض. هيك بنرضى الجميع عشان بس بالاصوات طبعا. فالنتيجه كانت الشيخ لبيب راح للكنيسة، الشيخ كمال ابو كمال صار عضو رئيس مجلس محلي، وظل الشيخ رسلان سكرتير لفتره معينه، قال عكس الامر وامر استقال. فانا جيت يعني انت ثاني سكرتير المجلس؟ انا بس لما اجيت كان يشتغل من هيل مدير حسابات دوخ حسابة الخالد دوخ حسابة، وكان يشتغل مدير مياه ابو عارف اديب كيوف، وكان يشتغل مدير صحه علي قفطه، وكان يشتغل مدير جبايه ابو فؤاد علي فرو. هذول كانوا موظفين. يعني هاي المعلومات الواحد بيقدر يحفظ من وراها تاريخ عسكري. هسه احنا كلنا مجلس محلي كان اوضه. شايف؟ رئيس قاعد هناك ودوك حدو انا حدو اديب حدو علي حدو، يعني كلنا في اوضه واحده. جينا انا قلت له ابو كمال، قلت له يا اخي ما بينفعش انت رئيس مجلس محلي عندك حد تحكي معه. ملكوا هيك بني لارو، شايف؟ بني لارو يعني اربع حيطان، وصار له ابو كمال في اوضه رئيس مجلس محلي، والباقي احنا وين كان المجلس المحلي؟ لما بدا قلنا بدا عند الشيخ لبيب، لما طلع ابو كمال ما عادش يلاقي موضوع عند الشيخ لبيب. نقلوه وين؟ انظار لعله وين كان هادي فاتح المعرض تبعه. هذا كان المجلس المحلي، وحده كان في شكات عبودة مكتب العمل، واللي كان مديره صاحب قنطر. هسه يعني كنا في اوضه واحد نعمل العمل مشترك. أنا بقيت سكرتير حوالي سنتين أو كنت معلم، أخذت إجازة من التعليم لأنه قلت يمكن الشغل اللي ما يهمنيش. بحكي لك قصة، لما كنت على رئيس المحلي بدي أعمل معاشات، ما كانش في زي اليوم يعني درجات رواتب ونقاط وإلى آخره وجدول لوظائف العمل، رئيس المحلي بقدر. اجتمعوا الأعضاء قبل أن يدفعوا لك معاش الفايز، قديش؟ صاروا واحد يقول 100 ليرة 200 ليرة لا تعرف شو. شايفين لقى 300 ليره يعني زي الرئيس كان 300 ليره. ولا بقول واحد ايش كثير يا زلمه، شو عم بقطع حطب وهو قاعد. بس انا بدي اشتغل هاي الشغله. بعد سنتين صار في اضراب معلمين، صار معاش المعلم ضعف معاش السكرتير، يعني هذول 300 صار المعلم معاش 600. بعد سنتين قلت يا جماعه انا معاشي تبوش، يا تعطوني انا يا بدي بطل. قال ما اقدرش بطلت عشان المعاش من خلال بطلت. اجى صار الشيخ الخال دوخي صار هو سكرتير سكرتير المجلس المحلي. بس الفترة أنا كنت فيها سكرتير صار في عشرين انقلاب كبير. أول شغلة إنه فات الكهرباء، يعني سنة 63 كان الكهرباء في عشرين، هذا كان تعرف ثورة في العالم ذاك الوقت تفوت على القرى. وعشرين كانت يمكن أول قرية بوليزية فيها كهرباء، وقبلها عشرة كانت أول قرية بوليزية فيها مي كمان. فترة 58 على ما شايف فترة المي كمان أول قرية بوليزية.
وقبلها عزيز جاء وفلوزيه جاء تلفون شايف يعني في لها عزيز لها سباقه خلينا نرجع نتحدث عن عسكة بتوسع اكثر خصوصا موضوع الكهرباء والمي لاجل الاسباب اللي اليوم عم نتعرض لها. مشاهدينا فاصل قصير وبنعود تنتابع حلقتنا مع الشيخ ابو شعيب فايز حسين عزام. كونوا معنا. مشاهدينا مساء الخير لكم مره ثانيه ومنكمل بنتابع لقائنا مع العم ابو شعيب فايز حسين عزام. حكينا شوي عن كيف اجت المي عسكة، حكينا شوي عن كيف اجت الكهرباء عسكة. قبل ما نكمل في التوسع في هاي المواضيع بدي نرجع شوي على المدرسة الثانوية. خلتني هيك نهفات اللي انت مش ممكن تنساها، الاشياء اللي بدها تلافقك كل العمر. اولا زي ما حكيت الاول عسكة ما كانش من سنة، كان فيها نفس وصف ثامن. بفضل انا كنت فيها سكرتير، صار في حديث في عسكة فيها وانا كنت يعني من المشجعين لازم يكون في مدرسة ثانوية في عسكة. احنا عسكة مش ناقصنا شيء. وكان عندنا شخص انه كان في عندنا رئيس واعضاء اللي هم يعني متفاهمين، مع انه كان في معارضة وكان في ائتلاف الاخير، بس في الأوضاع المهمة كان في اتفاق. يعني كانوا معارضين على المصالح السياسية، على المصالح العامة كانوا مقتلفين ويحبوا بعض. الموضوع الثانوية طلع للفكرة عملوا خرطة، عمروا مدرسة وبدينا هذا كله في الزمن في الفترة اللي كنت فيها. المدرسة الثانوية وين عملت؟ هسا وين اليوم؟ المدرسة الإعدادية اليوم. المدرسة الإعدادية اليوم المدرسة الثانوية اللي كانت تاسع كان البدائية كانت بدأهم تاسع عشر، كان ثانوي تاسع عشر. شايف؟ بعدين صار 11 صار 12. فعشت في المدرسة الثانوية في عشت صف 10 كمدرسة أول اسمها مدرسة صناعية. كمان كانت أول مدرسة صناعية ثانوية في الدروز، يعني ما كانش مدرسة ثانية، كان كمان هي السابقة تدير العسكة طلاب بدها يتعلموا هون يتعلموا في حفا. فالمدرسة كانت تبع المجلس المحلي. فأنا كان كسكرتير وكمحاسب كنت أسجل الطلاب، بدي آخذ من وزارة التعليم وبدي أدفع مع شركة المعلمين. شهادة كانت صعبة. هسه أنا يعني جربت سنين لقيت الشغل كثير 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 مهم معقدة كثير معقدة. بعدين شو المشكلة؟ إنه فيش دخل في مجلس المحلي مع معاشات المعلمين، صار معاشات ذاك الوقت متأخر. فأنا قلت للشيخ أبو كمال، قلت له أنا عندي فكرة، سمعت إنه في شبكة اسمها شبكة أورد مستعدة تاخذ مدرسة لعتقها وتريحنا من قضية معاشات المعلمين وأنا بريح حالي كمان. معاشات الاجورات من معاشات التوظيف. والله الفكره ركبت عقل. كان عنده كمان كان عنده يعني نظره الحقيقه، في ناس بتحب ناس بتحبوش، هذا ما دخلناش، اما كان عنده فكره للمستقبل، كان يعني ينظر لقدام نظره يعني بيميز الامور نظره مستقبلية. يعني مستقبليه كثير. فركبت عقل الفكره. رحنا جبنا ارض، حكينا معهم، ناس عارضت، ناس فقط قال مش منيح يهود مش يهود. وحكي عن شغله انه قديش هي فيها رائحه، طلع اخذ ارض. اليوم اخذ ارض عشت فيها ولا مره اضربت معلمين، ولا مره تعبت وتاخرت معاشات، ولا مره صار مشاكل، الحمد لله. يعني كانت خطوه كل اسكان صف 9 10 صارت 11 اي مدرسه اي صف خلص سنتين 11 بعدين صارت 12. شايف؟ يعني كبرت شوي شوي المدرسه. انا كنت بعد ما خلصت المجلس المحلي من السكرتير رجعت على المدرسه. حقيقة المدرسة كانت في ذاك الوقت يعني في عسكة يعني لها خدمة خاصة، قدرت تستوعب من الطلاب اللي مش عندهم إمكانية وعلى الحفا وتعلموا تعليم عالي، كان تعلم صناعة وتعلم علوم، وطلع منها شباب محترمين وطلع منها بعدين معلمين وطلع منها كمان بعدين مثقفين، أدت وجهها. عقب المدرسة الثانوية طبعا أكيد زواج وبيت و قديش كان عمرك لما تزوجت لما تأهلت؟ انا كان عمري 23 سنه لما تزوجت، وامي شهيد كان عمرها 20 سنه. بس الفتره انا تزوجت فيها اللي خطبت فيها كان الخال الدوخي كمان خاطب، كنا خاطبين مع بعض، وهو تزوج قبلي بعدين وانا تزوجت بعده. بعدين فتره هاي تزوجت كمان زيدان عطشي وكمان صالح الشيخ، يعني كلها تقريبا نفس ال كل اصحاب الجيران اللي عم يشتغلوا مع بعض. لا خمس سنين تجوزنا مع بس احنا جانا بنات الاول.
لنا خمس بنات الله يبارككم في البيت الدرزي بده ولد. يعني هاي الحياة بدها تتم، مع انه احنا مش عندنا فرق بين ولد وبنت وما ميزناش، وانا بالنسبة لي البنت زي الولد، بس البيت بتعرف الحياة بدها تتم. مزبوط. ف نجيب كمان مرة بدك يطلعوا. هسا اجى بعدين اجى شعيب معتوم بلد. ليش سميته شعيب؟ هسا انا مضبوط في كل وقت في فكري، هسا كل مش بس شعيب كمان كل البنات سميتهم اسماء يعني اسماء درزية. يعني سميت او سميت زهرة على اسم امي وام ام كامي على اسم الثنتين، وسميت هدى على اسم مجلي شايف، وسميت ضحى على اسم مجلة ضحى، وسميت خدمة اسم الخدمة، وسميت وكمان يعني عبونا معنى ثاني انه يعني نختم ونختم ما ختمناش. وسمينا ميثاق اسم جد الميثاق والميثاق نفسه. هسه شعيب انا بدي اسمي اسم درزي، ما فكرت قلت في الاول يعني كنت كمان حاط بالي نذر انه اذا بيجي صبي بدي اسميه اسم اسم شعيب. بس الحمد لله تخيلك شعيب سمينا شعيب. قلت لي شعيب اجى معتوم بنات؟ اذا معتوم مع ضحى، اجى معتوم بنت مش لحالها. اها. لما سميناه شعيب يمكن الشيخ زين بعرف قال في الطائفية ضجة انه كيف بتسمي شعيب يا زلمه؟ حدا بيسمي شعيب؟ حدا بيسمي نبي؟ شو انت عملتها؟ والله اولك انه الشيخ عائلة حملة قوية، الشيخ امين حتى بعث مكتوب انه زي اللي زعلان والى اخره وصار في عقل. جبناه بعدين ورقة انه في فحص بيا في ضر شعيب. في علبة شعيب في فحص بيا. قال شو هذا؟ بعدين اخي الناس بتسمي سلمان وبتسمي حمزة وبتسمي محمد وبتسمي يعني ظل شعيب بس عليك وصاية. الحمد لله. بعدين القبر الكبير متأمل انه يحمل اسمه ويتمر. الحياة اليومية في البيت مع الشغل، مع متطلبات الشغل، مع التقدم اللي انت عم تحكي عنه اللي كان اكيد طلب منك اكثر مضاعفات في الطاقة اللي بدك تطلعها لبرا، كيف كان الوضع؟ طبعا انا مثل ما حكيت لك كان الهم العلم. انا يعني كثير قصيت الموضوع هذا، كنت اشتغل كنت ربي البيت وهم البيت والبنات والتعليم وفي الوقت بدي اتعلم هندي. يعني انا كنت حامل هم كبير كثير قسيت، ولكن لانه انا حابب هذا الموضوع حابب العلم فما قصرتش. يعني انا بحكي لك انه بعد ما خلصت التعليم في حيفا ما كانش حيفا في ام اي، كان في بي اي، بس بدي اكمل انا في القدس. ف يعني كمان هم اطلع على القدس، كنت اعلم في مدرسه واروح على القدس في الليل، اتعلم في الليل وارجع في الليل، شايف؟ فكان ولكن الحمد لله وضبط حتى انهيت الفكره هاي. الحرمان اللي مرق فيه ابو شعيب بشكل يعني ابو شعيب الطفل قاسى كثير تقدر يتعلم، ما كانش في عنده الوسائل، ما كانش في عنده الطرق، ما كانش عنده الامكانيات. كيف هيأت الوضع لأولادك يتعلموا؟ كانت الأشياء إنه تجرب قديش تقدر الأشياء اللي أنت تعرفت إنها ما تعرفتش إنها كيف؟ الحمد لله أنا الحقيقة حاولت بكل الإمكانيات إنه إحنا شو نقصنا نعوض، يعني فتحت قدامنا مجال اللي كانوا في البيت ولا في المدارس ولا في التعليم ولا في الجامعات اللي ما نقصرش، والحقيقة البنات تتعلم وش بتعلم شجعتهم وشديت على ايدهم، وعلى فكره زي ما حكينا منطلق انه اليوم العلم هو مفتاح الحياه. ف ما حاولتش يعني اوقف طريقهم، بالعكس كنت يعني دافع قوي دائما، اللي يقصر اشد فيه لقدام. العلم هو الاساس. ذكرت من خلال وانت تحكي اسماء الاولاد في البيت ذكرت اسم هدى وقلت مجله الهدى، واحنا بدنا نسالك عن مجله الهدى. كيف انقامت؟ هل انقامت على اساس بزنس او اعمال، او هل انقامت على اساس رساله، او كيف؟ خرتنا شوي عن مجله الهدى. انا سيدي العزيز يعني من اول ما بديت حياتي الاجتماعيه مع فرقه الناس في الاستاذون او في المجلس المحلي كان عندي فكره انه بتخدم الطائفه الدوزيه في كل وسائل ممكن. فانا لما بديت في الجامعه التقينا مع طلاب جامعه في الدوز من القرى الثانيه، شفت انه احنا بنقصنا شغلتين. الشغله واحده فيش منظمه دوزيه جامعه، وبعدين فيش مجله او جريده ناطقه في اسم الدوز.
فاحترطت مع طلاب الجامعه من كل قرى، قعدنا اجتمعنا واتفقنا. يعني انا كنت المبادر، لانه انا يعني من جهه بحب الدروس وبحب اخذ الدروس ويعني ما كانش عندي فكره انه انا انه اذا تخدم الدروس وكانك قاعد تخدم غيري عم بضر فلان، يعني كان عندي فكره انه اذا عندي بخدم الدروس بشكل خاص وكانه يمكن يتناسب باقي الشعوب. لا انا كان عندي فكره انه احنا بواجبنا في الاول نخدم الدروس، اذا بنقدر نخدم باقي الناس كمان، اما احنا في الاول واجبنا نخدم الدروس. فلذلك المجلة الاول كان معارض، كيف يا اخي بيسوي مجله دروسيه؟ يعني مثلا مش مجله عربيه، مش مجله اسرائيليه. احنا اول شيء نخدم الدروس، هذا كان خبر في الموضوع. يعني هالمجموعه اللي كانت منها كان الحياه المرحوم سلمان فراج، كان الاخوين عمر وصالح خير، منير فارس، المرحوم صالح عزام، نشيب صعب، مجموعه كبيره، رفيق حلبي كان، يعني هسه اليوم كل تقريبا المؤلفين والكتاب اللي في الدالي وفي الدروز نشأوا في الهدى. يعني بده يكتبوا في الهدى. اولها الشاعر هيام قبلان، يعني كتبت معانا، شايف وغيرها، يعني اذا بعدلك اسامي كثار اللي هن بدوا في الهدى كانت من المنبر الاول ومنها قدموا الاصول. هسه احنا عملنا كم يعني تبرع، ايش يعني كان سالني مره واحد مني وين مكتبك؟ قلت له في السياره. مكتب الهدى كان في السياره. مش عندنا مكتب ولا عندنا سكرتير، ونحن نطبع المجله ونطلع على القرى نوزعها على البيوت، يعني في ايام البيت بيت نفوت. شو الصعوبات اللي كانت تواجهكم؟ كيف كنتوا تطلبوا المجله؟ اول شيء صار ما كان في مطبعه الواحد يودي عليها، يعني اليوم نبعث ميل للمطبعه، المطبعه بتعمل كل شيء، وصلنا لشيء استغرب قديش احنا كيف انتم كنتوا اكيد كان الشيء مش زي اليوم. استغرب قديش احنا تعذبنا وكان مطبعه في القدس، مره في جنين، مره في نابلس، مره في شفا عمر، مره في تل ابيب، يعني كل مره ندورنا على محل ارخص ومحل مستعد يقبل يدين الاخير نطبع المجله. الحين وطلع بعد كل اصحابي، يعني كل بعد اليوم بعثوا لي تعال الحين وين تعال تبع الهدى عنا. من بعد مجله الهدى كان في بعد مجلات ثانيه يعني بس طلعت مجله الهدى كانت الدروس فتحت عينيها، لانه هذا الموضوع له اهميته وله مكانته وله تاثيره. فالمرحوم كمال قاسم عمل مجله الدروس وقتها، بعدين هي سميحه طول بعد بكم سنه عمل مجله العمامه اللي بعدها مستمره. اما الهدى كانت الفتحه، والحمد لله في 15 سنه من السبعينات لو 85 كانت تطلع شهريه، كانت منبر مفتوح لكل الدروس، كش في احنا لا حزبيين ولا عائليين ولا قرويين، كان فيها اعضاء من كل القرى، وكان فيها من كل كنا يعني اللي بيكتب مقال ضد المجله حطوا اول صفحه مش اخر صفحه، لا كانت الناس تحبها. ليش ما استمرتش مجله الهدى اليوم؟ السبب الاول احنا يعني انا والاستاذ سلمان فرنش كنا موظفين في المعارف فتشين وموظف ومجلة الهدى كان صار فيها صعب الجمع بين الجهتين. الجهة الثانية يعني كان في قصور منا، ما بعرفش كيف ما لقيناش جيل جديد اللي تبنى الهدى. جربنا نسلمها لبعض الناس تعالوا ياخذوها ونشوف فيها. اليوم روح التبرع اقل من الاول. اقل من الاول اكيد. شلون تبرع التبرع؟ حسب رايك قلة التبرع الموجود اليوم يمكن اسبابها قلة الوقت وضيقة الوقت الضغط الموجود على المجتمع اليوم بشكل عام. بدي اسالك سؤال اللي هو مالوش في هالموضوع، بدي اسالك سؤال اللي نبعد عن هالموضوع شوي. بس قبل اسالني انا بعرف الموضوع ما كملتش معه. كان في راسي موضوعين انا في الجامعه. موضوع اول الهدى وعملناها، الموضوع الثاني اللي انت اليوم عم بتسويه. انه انا فكرت انه فيش عند الدروز ولا اي ولا اي نقول معهد ولا اي متحف ولا اي ارشيف اللي للدروز. فاحنا انا اقترحت على الجامعه نفتح ارشيف او معهد للجامعه في السبعينات. ولقينا فيه عشان لسه الارشيف اللي عندنا في الجامعه في حوالي 70,000 مسماخ، يعني وثيقه كتب ومجلات وجرائد واوراق وصور والى اخره وافلام اللي بدك اياها من خلاله. واليوم احنا كلنا عم نحطه على الانترنت، يعني اليوم مثلا تكتب انت سليم حمزي شايف طلع لك كل المجلات او الكتب او الوثائق اللي ذكر فيها سليم حمزي. احنا بنعرف انه لما بنذكر اسم العم ابو شعيب الواحد بتذكر التراث، بيعرف انه هذا الزلمي عم بجرب يخلي التراث الدروس، تراث القريه، تراث عسفيا بشكل خاص. الموضوع تبع الارشيف اللي عم تحكي عنه لسه
خبرنا اكثر بتوسع عن هذا الموضوع شوي. بس هذا الشيء ما حكيت لنا فيه واذا الاستاذ الدكتور قيس حره ودخل في الموضوع كمان وسعناه وعملنا معهد دروزي كان فيه ابحاث وكان فيه كتب. سيد العزيز بالنسبه للموضوع الاضطرار انا يعني من في خلال مجله هدى كنت اكتب مقالات انه احنا في عندنا نسيان التراث. تراثنا عم بضيع. انت كنت تعلم تراث في المدارس كمان؟ هذا قبل. كنت معلم زراعه، انا كنت زراعه وكنت معلم لغه عربيه. اما انا في الوقت في كل وقت انا شاعر انه اخونا احنا مقصرين في حفظ تراثنا وتاريخنا. كنت اكتب في من هذا الاساس عملنا احنا كمان المعهد والارشيف والمجله. وكنت ادعي كمان لازم يكون في المدارس في تعليم للدروس عن التراث. انت اللي فرضت البقروت خضار في موضوع التراث للشباب الدروس التالي المنهج التالي. احنا لما بدينا في موضوع التراث من هذا المنطلق انه احنا شعرنا انه في اقوى نقص، يعني في زماننا احنا كنا نتعلم كمان بوقت تعلم في الثانويه ما كانش في اسم ما كانش في تاريخ الدروس، ما كانش تعلموا تاريخ الدروس ما كانش في ذكر للدروس. انا شفت انه هذا الموضوع مش صحيح. شغل مظلي لانه في للاجيال القادمه بصير في ضياع. فكتبت انا على الموضوع بعدين صار في لجنه اسمها لجنه بندور عملتها كنيسه على موضوع قضيه اللي كان في تضمع عند الدروس على الاوضاع. انا كنت عضو في اللجنه احد البنود اللي كتبت انا انه لازم يكون في تعليم خاص للدروس. نتيجه هذا التقرير صار في المعارف الدروسيه فصلوا المعارف العربيه المعارف الدروسيه عن المعارف العربيه وعملوا معارف دروسيه وحطوا سلمان فرح. وانا بديت معه في الموضوع هذا فانا اخذت على عاتقي انه اسس موضوع التراث الدروسي. حلو. بدينا عملنا منهاج عملنا كتب والكتب بعد لحد اليوم في عندنا منهاج جديد. انا واحد من الطلاب اللي تعلموا في كتب فايز على الحمد لله بتامل يكون عجبوك يعني والمادي الى فائده استفدنا منه كثير. انا ما عجبونيش لان انا ما كانش الموضوع تبع الكتب يعجبني. انا بيعجبني كاميرا. كتب اليوم ان شاء الله بتكون احسن من الاول لانه اليوم في عندنا كتب جديده لانه الوضع تغير. يعني بعدك لليوم عم بتمارس الكتابه والكتابه التعليميه. انا الموضوع هذا بالنسبه لي موضوع يعني موضوع حياتي قضيه التراث ومستمر فيه. وحتى لو مثلا مش مستمر بمجال العمل اما بمجال المجتمع انا دائما بدعي ودائما بكتب ودائما بطالب ودائما بدي على الموضوع التراث يكون لانه هذا مستنبطات الدروسيه. لسه احنا بدينا مع سلام فلاح عملنا منهاج عملنا كتب وعملنا دورات للمعلمين وعلمنا للمعلمين ومدارس يتعلم الموضوع اليوم الحمد لله مع انه كان في معارضه لإله ليش تراث دروسي وليش تراث كذا ولا كذا اليوم صار مقبول. موضوع التراث بيطلب علينا نتطرق لامور دينيه اكثر ما هي اجتماعيه، بما انه احنا عم نحكي عن تراث درزي عن عادات وتقاليد قديمه اللي اليوم احنا بعاد عنها. بفرض علينا شوي نفوت لموضوع الدين، في المنشور الديني اللي كان وكان عليه معارضه من الشباب الجسماني وبعدين هو ما كانش حيز التنفيذ. شو رايك انت في الموضوع؟ انا سيدي العزيز بديش احكي عن البنود بشكل عام المنشور. انا بقول انه اليوم في الطائفه الدروزيه مشكله. مشايخ الدين المسؤولين مش واعيين لظروف الحياه الموجوده اليوم. يعني احنا عايشين في اليوم 21، احنا عايشين في عصر الانترنت والتليفون ومش عارف ايش كمان، والمشايخ بدهم يعيشوا في العصر القديم. مزبطش، انت مجبور تتطور مع العصر، بدك انت تعطي حاجات للمجتمع اللي انت عايش فيه. انه انا اليوم اقدر اعيش زي الشيخ الفاضل في الغاره وعلى حصيري واكل خبز مش عارف شو، شايف؟ ما بزبطش. اليوم انت بدك تعيش في دار وبدك سياره وبدك تلفون وبدك كهرباء وبدك مي والى اخره، فانت بدك تعيش في هذا المجتمع. لذلك انا عم بقول انه بغض النظر شو المشروط فيه، احنا لازم نلائم الدين للوضع الديني. للوضع الجوهر ما تغيرش، الجوهر ما تغيرش، اما الامور اللي حوالي الدين يعني العادات الدينيه والتقاليد الدينيه او الاشياء المش جوهريه في الدين، هاي الخواطر الدينيه والى اخره، يجب ان تلائم العصر الحاضر. يعني مثلا قضيه المراه اليوم لا يجوز اليوم احنا نتعامل مع المراه
زي ما كانوا جدارنا او كذا يتعاملوا مع المرأة، المرأة بس في البيت والمرأة بس مسرح جاجي ولا اخرين. لا، اليوم المرأة هي عامل فعال في المجتمع، بدها تتعلم تشتغل. البيت الدوزي اليوم لا يكفي معاش واحد. صحيح. اذا انت اليوم قلت انا بدي اشتغل ومرأة تقعد في البيت، البيت مش في اول، اذا بدك تتجوز، بدك تعمل، بدك تعلم، بدك تعيش على مستوى، اليوم دخل واحد بكفيش. فاذا احنا بننظر هاي النظره هيك في المجتمع، انه يعني احنا عايشين في هذا المجتمع، في هذا العصر، في هذا العالم اللي هو قريب وحدي، المفروض ان نتعامل معه بالشكل الصحيح، يعني احنا نفهم الوضع هذا ونتعايش معه مع المحافظه على الجوار. اما اذا بدنا احنا نعارض هاي الامور ونقول التلفون ممنوع والتلفزيون ممنوع والفيديو ممنوع والسياره ممنوعه والتعليم ممنوع مش عارف شو، احنا بنعيش جاي. حسب رايك شو الحل؟ الحل بين الشقتين، بين الحياه الاجتماعيه الدنيويه في القرن في سنه 2013 مش في القرن 20، لبين الدين واسس الدين والعادات والتقاليد الدرزيه اللي هي كثير بتصعب الحياه اليوم. انا شو رايك انت الشيء اللي بيقدر يجمع بين الاثنين؟ انا عم بكتب مقالات اعتقد هاي في الحديث. انا عم بدعو مشايخ الدين لاقامه هيئه روحيه علميه فكريه فيها رجال علم، رجال ثقافه، مش بس رجال دين، الا رجال من المجتمع عامة، لأنه احنا مجتمع متكامل يعني، مش مثلا اليوم انت فصل البيت فيه رجال دين وفيه مش دين بنفس البيت أو في نفس العائلة، إذا احنا مش عايشين مجتمع منفصل، احنا مجتمع واحد، إذا لازم يكون في رأي مشترك، يكون في رجال دين، رجال علم، رجال ثقافة، ويفكروا في طريقة كيف حيتعاملوا مع لحد اليوم فيش عندنا ولا هيئة دوزية فكرية علمية هيك تقعد وتفكر في نظرة مستقبلية لقدام، شو لازم يصير. هذا اللي حكي لي وهذا اللي حكي لي وهذا زعلان وهذا راضي وهذا بدخل، وكانه احنا مجتمعين على مشايخ الدين لحال ومشايخ العلميين لحال. لا، انا بقول احنا لازم نكون مجتمع واحد اللي يعني حتى نقدر نكفر تهدوية تستقيم وتكمل مشوارها وتظل محافظة على نفسها وعلى تراثها وعلى دينها وعلى عاداتها. المفروض يكون في رأي مشترك علماني ديني علمي نظرة للمستقبل. للاسف انه بعد ما انا بدعيله يعني بحكي انا مع بحكي بكل مجتمع يا جماعه تعال نقعد ونفكر شو نعمل. يعني بلغه اخرى انت بتقول انه المجتمع الدرزي مكون من حلقتين، حلقه دينيه حلقه جسمانيه، لازم يكون واحد منهم سياج الثاني. لازم يكون في تعامل مشترك. يعني احنا اصلا احنا مش فئتين، احنا وكانه فئتين بس احنا فئه واحد. هون احنا لازم يعني الامور الاجتماعيه تكون مشتركه. لا يكون مثلا انه جاي الدين يسمي قوانين وعكيفهم، بصيرش، لانه هاي القوانين في المجتمع، المجتمع لازم يكون شريك فيها، يعني مثلا هم بيسموا قوانين دينيه. لا، هو القوانين الدينيه هاي في الاخر اللي اثرت على المجتمع، ممنوع المراه تسوق، هذا مش راي ديني، هذا بياثر على المجتمع بشكل عام. بس احنا بدنا نعمل طريقه اللي احنا هذا القرار يكون تاثير ايجابي مقبول مفيد يحقق الرفاهيه والسعاده والعمل والى اخره، هذا الموضوع. وهذا نقص يعني انها اليوم في عندنا نقص، مش عندنا ولا اي هيئه ولا اي جسم ولا اي نوع اللي يفكر كيف احنا نجمع ونفكر مع بعض. نعرف انه الشيخ ابو سعيد بيكتب مقالات في الصحف. سؤالي لك، هل تتعرض للانتقادات؟ في انتقادات، في يعني ناس بتحس بالانتقادات، في ناس بتنتقد. بتحس انه الانتقادات هي انتقادات بناء على اساس الواحد يصلح الوضع، ولا بتحس الانتقادات على اساس ننتقده بس؟ لا، في انتقاد لتصليح، وفي انتقاد من منطلق انه احنا نعارض كل جديد. يعني في مثلا فئه من الناس انه بدنا اياه نعيش كما كان في الماضي. كل فكر جديد، كل طرح جديد، كل يعني نهج جديد، بالنسبه لي هذا يعني وكانه كفر. يعني انت اذا مثلا بتقول لازم المراه تتعلم، لازم المراه تسوق، وكانك انت عم تكفر. يعني احنا اليوم في نوع من التعصب، نحن بدناش نغير، احنا بدنا نضل مثل ما قلنا، وهذا بصير. هو احنا على اساس نقدر احنا نتقدم كمان لازم نعرف الاشياء اللي عم تصير اليوم، لازم نواكب العصر، لازم نتماشى مع الامور اللي عم تيجي، طبعا في نطاق المحافظه على العادات والتقاليد، ومش بس المحافظه، المحافظه باتباع قسم من الاشياء اللي كنا نعملها او كانوا الاختياريه يعملوها زمان. عم بشعيب كثير استقبل بعشق انا بدخل طبعا انا من منطلق الحب نشر الوعي الديني، الوعي الروحي،
تكمل موضوع التراث والارشيف والى اخره وجودها. انا في التعليم لما بديت اعمل دكتوراه اخذت موضوع عن الدروز من مرض تخدم الدروز، فاخذت كتاب المؤلف اللي احنا بنسميه مؤلف وسعودي عارفين للشيخ محمد العصفاني، هذا بيحكي قصه الدعوه الدروزيه وتاريخ الدروز من الاصل. يعني اللي بده يعرف تاريخ الدروز كيف صارت بده يتعرف هذا الكتاب. انا حققته يعني شو حققته، يعني درسته وفسرته وشرحته وزدت عليه والى اخره من منطلق انه بدي افهم الامور. فبعد ما خلصت الموضوع هذا لقيت انه لابد وواجب انه هذا الكتاب يعرفه كل دوزي وكل بيت. اصدرته وعمو عم بحاول اوزعه، لانه انا بقول الدرزي اليوم لازم يعرف تاريخه. طبعا انه اغلب الشباب لما يسال بقول لك شو بتدخل درزي، بقول لك انا درزي. شو انت درزي؟ ليش؟ انا ابوي وامي دروز. وعدا ذلك اذا سالته بصير يخبط يعني. فانا بقول هذا خطا عطائي. الانسان لازم يكون عنده معرفه دينيه، معرفه روحيه، معرفه تاريخيه من وجهه نظره. اذا بدوش يعرف معناته شو علاقته مع الدروز بعد شوي بضيع. هذا الكتاب هدفه انه يعرف الطائفه الدروزيه، كمان المشايخ، لانه مش كل شيخ عالم، في مشايخ والحمد لله يعني مشايخ في اللباس مش بس العلم، وفي شباب اللي كمان بيعرفوا في شباب بيعرفوش. انا بقول يعني هذا كان خدمه للمجتمع الدروزي، انه تعالوا هنا تعرفوا على اصولكم، تعرفوا على دوركم، تعرفوا على تاريخكم، تعرفوا على حدودكم، على الموحدين، على المرتدين، على اخره. طبعا من هذا المنطلق في مشايخ كمان معارضين، يعني انه احنا مش بحاجه الناس تعرف، يعني احنا بكفي نعرف احنا وباقي الناس مش تعرف. فهذا خطا، انا فكرة لازم اعرف تكون عام حتى احنا نكون مجتمع متكامل. كلمة أخيرة منها تحية للمجتمع، للجمهور اللي شايفنا، منها توصية بدك توصلها. أنا وشير بشكركم وبشكرك على هالأسلوب الحلو في الأسئلة وفي طرح الأسئلة. شكراً لك. المواضيع حقيقة يعني أنا ما تفاجأتش، لأنه بعرف إنه أنتم من بيت طيب وطلعتوا الصراحة هاي. أنا بحيي أهل عسفيا وبتمنى لها الخير والتقدم. يكون في عندنا شباب زي حضرتك، ويكون عندنا مسؤولين على قدر ما محبتنا لها يقدروا يقودوها للافضل. وبتامل الطائفه الدروزيه عامه كمان يكون فيها قياده شجاعه وصريحه وعلمانيه ومستقبليه وقد الهم، وتقودنا الى شواطئ الامل. مشكورين. شكرا لك. احنا لنا عظيم الشرف انه احنا نوصل على بيتك. مشاهدينا، الشيخ الدكتور المعلم الأب والمربي أبو شعيب فايد عزام، كونوا معنا في حلقة قادمة مع شخصية أخرى في عسفيا لنخلد سويا تاريخ هذه البلد.